الناس اللي ما عارفين والو عم متبائعين متجولين باغي ياخذ لقمه ما باغي لقمه العيش مياه وكل وكل وليداته. الفكره ديال هذا اللبسه ديال غوانتانامو كتعبر على 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 خصوصا ياسين الحميني بعد اللي اختار هذا الفراش اللي حط هاد اللبسه كتعبر على هاد الاضطهاد اللي كيتعرض ليها الفراشه. والفراشه دابا بغاو يعبروا انهم دابا كينتميو واحد غوانتانامو كبيره. وهاد اللبسه كما كتشوفوا تفضلوا استاذ بغينا نعبروا بها ونوصلوا بها واحد الميساج وهو ان الفراشه راه كتعرض للاضطهاد. والفراش من حقه العيش الكريم ومن حقه العمل ومن حق الدوله انه تحترمه وتخليه انه يسترزق حتى تلقى ليه البديل. جينا بواحد الشكل تضامني قانوني في اطار دستوري. راه حنا ما غنخالفوش القانون اليوم. اليوم غنحتجوا غنوصل الصوت ديالنا كفراشه والمشاكل اللي كنوقعوا فيها. اليوم تشد فراش علاش؟ حيت انتمى لواحد التنظيم. دخل ثلاثه الفراشه دخلوا لتنظيم قانوني باش ينظموا ريوسهم ويكونوا في اطار قانون. شدوهم اعتقلوهم.